ودلوقتي هنستكمل حديثنا اليومي عن مخاطر الانترنت على الأطفال والمراهقين، واللي أصبح من المؤرقات لراحة الأهل وأولياء الأمور، خاصة مع العالم المتنوع الموجود في الشبكة العنكبوتية، واللي مش كله طبعا بيكون لصالح أو صالح للمشاهدة والتفاعل بالنسبة للأطفال وأيضا المراهقين، لأنه أحيانا بيتضمن محتوى غير مناسب لسن الأطفال واستيعابهم، وكمان ممكن يكونوا فريسة سهلة الابتزاز والنصب الإلكتروني الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة كثيرا نظرا لقلة خبراتهم. دراسات المتخصصة كشفت عن الكثير من المخاطر نتيجة الاستخدام الخاطئ للإنترنت، عشان كده لازم يكون في تحرك مبكر لحماية الأطفال والمراهقين. نتعرف على تفاصيل أكثر عن سلبيات الإنترنت ومخاطر على الأطفال في العرض التالي، نتابع. هنعرف أكثر عن سلبيات ومخاطر الإنترنت على المدى البعيد من دكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. دكتور وليد صباح الخير. أستاذة سارة وأستاذة مروة صباحكم يا رب دايما جميل. صباح الخير يا فندم. أهلا بك دكتور. طبعا أنا عايزة أتكلم مع حضرتك النهاردة عن المخاطر على المدى البعيد. لو الطفل أدمن على الإنترنت وكبر وبقى شاب وتخرج من الجامعة وبيشتغل، ده هيأثر إزاي على سلوكه؟ وهل هيكون شخص مسؤول ولا مدمن على الإنترنت وغير مسؤول؟ بكل تأكيد الأمر تعدى خطورة الإنترنت من هو مجرد اغتيال لبراءة الأطفال لتدمير لحياة الإنسان. يعني زي ما حضرتك قلتي تبعاته بتظل موجودة عليه ما تبقى له من العمر. يعني كل الدراسات والأبحاث دلوقتي قالت إذا كان الطفل بيعاني من الوحدة والعزلة والشعور بالانفرادية والتوحد النفسي مع ألعاب السوشيال ميديا ومع الشاشة الإلكترونية، فده بيعمق عنده شعور بالاكتئاب، للدرجة إن إحنا كان عندنا معدل الاكتئاب عند الأطفال على مستوى العالم كان لا يتجاوز من 2-3%، دلوقتي وصل ل5% نتيجة استخدامهم للإنترنت. يعني بقى عندنا طفل مكتئب. الطفل المكتئب ده أكدت عليه الدراسات، يعني كان في دراسة معمولة في إنجلترا على 1319 طفل، لقوا إن معدل الاكتئاب عند اللي بيستخدموا السوشيال ميديا زيادة 5 أضعاف عن الأطفال اللي هم العاديين. فده يديكي مؤشر إن أنت في إنسان مكتئب جايلك كل ما تمقل من العمر. ويمكن حتى زي ما حضرتك قلت بقى في مرحلة المراهقة بقى عندنا حاجة اسمها الاكتئاب المبتسم، وده أحدث أنواع الاكتئابات. الاكتئاب المبتسم ده بتلاقي المراهق والشاب عنده العربية وعنده الشقة ومشترك في نادي وخريج مدارس لغات ومشترك شغلة كويسة، ولكنه مكتئب شاحب الوجه حزين، على الرغم ان هو يبدو قدام الناس ان هو مبسوط وبيلبس فرندات وبيتحرك وبيصيف، الا انه عنده اعتلال في الصحة النفسية. ده بيخليه ظل مكتئب ما تبقى ليه من العمر، للدرجة ان معدلات الاكتئاب عند الشباب زادت بنسبة 52% في الفترة من 2005-2017 نتيجة ان هم اصلا جايين مكتئبين، ان هم اطفال لانهم متوحدين مع العاب السوشيال ميديا وعايشين في حالة من العزلة والانفرادية ومش واخدين على الانصهار في موقف الجماعة. يعني مشاكل نفسية كبيرة دكتور وليد نتحدث عنها نتيجة يعني سلبيات الانترنت، وسنخوض فيها تفصيليا، ولكن اسمح لي يعني خليك معنا وهننتقل ونشوف ونتابع مع حضرتك والسادة المشاهدين دلوقتي آراء المواطنين حول مخاطر استخدام الانترنت على الشباب والأطفال من خلال التقرير التالي، ونرجع تاني نعلق. موضوع النت ده خطير جدا بالنسبه للاطفال، لازم يكون في مراقبه من الاب والام،
وفي مراقبه من المدرسه، ما فيهاش طفل سنه ما يعديش 16 سنه ويبقى معاه موبايل وشغال على النت ويراسل ويشتغل مع نفسه، لازم يكون في مراقبه بالاب والام. هو مخاطر الانترنت، هو مثلا اقول مثلا كاخواتي او اختي الصغيره دلوقتي مثلا هي بتقعد على الموبايل كتير قوي، فهو ممكن يحصل لها مشاكل في نظرها او كعامه يعني، فهو ما ينفعش في السن ده لانها لسه سنها صغير، المفروض ان هي بدل ما هي تمسك الموبايل ان هي مثلا تتفرج على حاجات تعلمها او to learn مش اكتر، او تقرا قصص او حاجات زي كده تتعلم عشان لما تكبر تبقى فاهمه او واعيه الحاجات دي. بس احنا بنواجه مشاكل كتير، ان احنا طول ما انت قاعده على الانترنت او بالسوشيال دلوقتي بنلاقي اعلانات كتير قوي يعني مش كويسة وخارجة طبعا، ودلوقتي بقى كل الأطفال دلوقتي على طول إن هم إن احنا نعودهم من صغرهم إن هم ما يتعودوش على الموبايل ولا على الشاشات، لأن ده طبعا بيأثر عليهم فيما بعد عن طريق في الدراسة وفي حياتهم. وكمان لما يكون الأب والأم ما يمسكوش الموبايل كتير قدام الأطفال علشان هم بيتعودوا وبيطلعوا يشوفوا الأب والأم على طول ماسكين الموبايلات، فبالتالي بيطلعوا متعودين على كده. دكتور وليد، يعني تابعنا هذا التفصيلات وهذه الآراء من المشاهدين في الشارع المصري، ويعني إحدى التعليقات اللي لفتت انتباهي الآباء والأمهات قد يكونوا قدوة، يعني دايما ما بيشوفونا إحنا مسكين الموبايلات ومسكين الآيباد أو اللابتوب أو أيا كان، بيحاولوا إن هم يقلدونا أو بيشوفوا إن ده شيء طبيعي وممكن إن إحنا نمسكه لساعات طويلة. كيفية السيطرة على الأطفال والابتعاد عن كل الأعراض اللي أنت ذكرتها قبل قليل، العزلة، الوحدة، كل هذه أعراض تدق ناقوس الخطر بالنسبة للعائلات والأباء والأمهات، كيفية التعامل مع كل هذه الأعراض؟ يعني خلينا نتفق أن من أهم أساليب التعلم في مرحلة الطفولة التعلم بالمشاهدة. يعني إيه التعلم بالمشاهدة؟ أنا لما ألاقي أبويا وأمي ماسكين الإنترنت قاعدين على صفحات السوشيال ميديا بينادي أمي برسائل التواصل الاجتماعي بدل ما يقول لها اعملي كوباية شاي يكتب لها رسالة على الواتساب وهي في الأوضة اللي جنبه. أنا لما بشوف ده بأحاكي الأب والأم وبتوحد معهم نفسيا وبقتضي بيهم وبعمل بما يسمى بإعادة إنتاج السلوك، يعني أبتدي أنا كمان أنغمس في السوشيال ميديا، فقبل ما نعالج أولادنا نعالج نفسنا، تبقى إحنا القدوة والنموذج ونقرب منهم ونمارس سلوك أنسنا معاهم. ودايما بنسمع تعليقات يعني دكتور وليد في هذا الموضوع، ما لو أنت اديت أمر أو قلت أو طلبت لطفلك أنه يتوقف عن مشاهدة الإنترنت أو متابعة المحتوى على الإنترنت يقول لك لا، طب ما أنت ماسك الموبايل، طب ما أنت ماسك موضوع المقارنة خاصة في السن الصغير. صحيح، والطفل بقى واعي ولازم نحترم وجوده أنه كيان إنساني موجود معانا في الأسرة وعضو فيها وجزء لا يتجزأ منها، علشان كده هو لازم كلنا نتعامل بوتيرة واحدة وبقانون اجتماعي واحد، يعني يبقى لنا ما لنا وعلينا ما علينا. ولكن حتة أخيرة اتقالت في التقرير إن في بعض الأطفال أو حتى بعض الكبار بيتعرضوا لمواقف غير مرغوبة على السوشيال ميديا، يعني خليني بس أرد على دي إن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تنظم قانون للجرائم الإلكترونية، واول دوله في الشرق الاوسط تعمل خط ساخن للتبليغ عن الجرائم الالكترونيه وده رقم 108. فاي حد يتعرض لاي شيء غير مرغوب ليه او لاولاده يكلم الخط الساخن فورا، هيلاقي طبعا يعني دور المجتمع بيلعب دور كبير في يعني التصدي لهذه السلبيات والمخاطر التي قد يتعرض لها اطفالنا سواء الاطفال او مراهقين. بشكرك جزيلا الشكر دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه على كل هذه التفاصيل والنصائح.